الثاني عشر شيء مع الأستاذ أسلم سيف تفضلوا. قلبي وأفراحه وأنا في مساء وصباحه بلاقيك فرحان في الدنيا زي الفرحة اللي مداحه وحياة قلبي وأفراحه وأنا في مساء وصباحه وحياة قلبي وأفراحه وأنا في مساء وصباحه بلاقيك فرحان في الدنيا حضرات السادة الكرام في منصة الشرف محفل الألقاب، حضرات الضيوف الكرام، حضرات السادة المحترمين أولياء أمور الخريجين، اسمحوا لي أن أتوجه بنداء من القلب إلى القلب لأنادي الخريجين أبنائي وبناتي، أبنائي وبناتي الأعزاء، خريجي الفوج 23 لمدرسة ابن سينا الشاملة. هي لحظة تختلج فيها جميع المشاعر، يحتاج فيها القلب نابضا بأحاسيس جياشة تتصارع وتتصارع. يفعمني ذلك الإحساس المنشي بالفرح لخروج كوكبة من الرجال والنساء إلى معترك الحياة ليكونوا بناة حقيقيين للمجتمع، ليكونوا دعما صادقا له من أجل الخير والصلاح لهم ولذويهم. يخالطه الشعور بالأسى لفراق جزء عظيم من حياتي اليومية التي كنت أرى فيها تلك الوجوه الواعدة التي تعد بمشرق جديد لمستقبل قريتنا ومجتمعنا